والله يا جماعة الخير بنغلاديش دولة غريبة، دولة عجيبة، والإعلام كمان ما شاء الله عليهم ما يوروك إلا الجانب السيء من بنغلاديش، أما الجانب الجيد أو الجانب الجميل مستحيل إنهم يوروك. فعشان كده أنا في بنغلاديش، يعني من شوارع ومن سيارات ومن مباني كل حاجة حرفيا. يعني حتى شوفوا عندكم بيتزا هات، عندكم كيف سي، عندكم مطعم ذا الغريب لأول مرة أشوفه، عندكم أغلب الشركات كمان من سامسونج وسوني وأبل، وحتى الماركات العالمية الأصلية موجودة عندنا في بنغلاديش. وتعرفون إيش أفضل شيء هنا؟ إن الأسعار برخص التراب، عندكم من جزم، من محافظ، جنوز اللي هنا كلها براندات عالمية، شايفين؟ كلها من جوتشي ومن هذه العلامة، صراحة ما أدري إيش أسميها، لكن كلها براندات عالمية وأصلية. بس زي ما أنت شايفين ما شاء الله الجاكيتات طبعا كلها زي ما قلت لكم ماركات أصلية.